نهاية المنصرات تقع بجوار قلعة البرقاوي في بلدة كفر اللبد، وهي معصرة تدرج على لائحة التراث تعود لفترة الثلاثينات من هذا القرن. طبعا بالسابق في الفترة العثمانية كانت تعرف المعاصر بالبد لأنها تستخدم الحجر والدواب في آلية العصر. عندما دخلت الماكينات على المعاصر سموها البابور. طبعا جاء كلمة البابور من صوت الماكينات المرتفع عند تشغيلها. استمر العمل فيها لغاية عام 1985. طبعا كانت عبارة عن معصرة للزيتون، كان يطلق عليها اسم البابور بسبب المكنكة انها دخلت فيها الماكينات في هذه الفترة، بالإضافة إلى استخدامها أيضا لطحن القمح. هون يصعب علينا التعامل في إعادة تأهيلها كمعصرة، وخاصة أنه في الوقت الحالي يعني هي تندرج على لائحة التراث، يعني ممكن نعيد ترميمها لتصبح مزار وتحاكي تاريخ فترة زمنية معينة. كيف كان المزارعين يعصروا زيتون هم ما بين فترة الثلاثينات لغاية العام 1985، بس بسبب تشعب الملكية في هذه المعصرة وأغلب أصحاب هذه المعصرة الآن أصبحوا أشخاص متوفين، هون يصعب علينا يعني آلية إعادة تأهيلها. نحن في هذه البلدية نحاول دائما الاتصال بالجهات المعنية المسؤولة عن صيانة التراث حتى نحافظ عليه. من هذا المنطلق كنا قد أردنا أن نحافظ على بنايات قديمة في الجزء الشرقي من البلدة، وطلبت منا أن نكون يعني مشتركين في هذا المضمار بحيث تدفع البلدية شيئا من هذا المبلغ، وخاصة يعني المنازل القديمة والأثرية. أما بخصوص المعاصر القديمة فنحن دائما نسعى مع أهل هذه المعاصر على أن نتواصل معهم ونفتش عن مؤسسات تقوم بخدمة هذا الدور التراثي في بلدية كفر اللبد حتى نحافظ على تراثنا إن شاء الله.